حياكم الله. حاول لتكن أو تراي تو بي مجموعة تطوعية شبابية تهدف لتمكين الشباب بمختلف المجالات التطوعية بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه. عشان نتعرف أكثر على هذا المجموع على هذه المجموعة نرحب معاكم بكل من أعضاء الفريق أبرار الصراف وليلى فاضل. مسي عليكم بالخير ليلى وأبرار. مساك الله بالنور. يعني اسم فريقكم التطوعي لتكن أو خلينا نقول حاول لتكن. من وين جت فكرة الفريق نفسه أنه تتكون وعلى أساس اخترتوا مجال هذا الفريق؟ بالنسبة حق فكرة الفريق جت من خلال تجارب بمجال العمل التطوعي. أنا تقريبا صار لي 6 سنين بهالمجال، أول 5 سنين تفرعت بكذا توجه، كل توجه كان يختلف اختلاف كلي عن المجال اللي قبله. حلو. من ناحية الأهداف، من ناحية تطبيق الأهداف، بس الشيء المشترك كان بينهم أن كل توجه فيهم كان يعتمد على الدافع الخارجي أكثر مما يعتمد على الدافع الداخلي لداخل المجموعة. فاعتمادهم الكلي كان لما يسوون أنشطة أني أنا لازم أشوف المجتمع بالبداية عشان بعدين اروح اشوف اروح اشوف اعضاء الفريق اللي هم لا يتجزأ من المجتمع. فمن هنا جتني فكره تاسيس المجموعه. بالنسبه حق المسمى حاول لتكن او تراي تو بي، المسمى هي من خلال احنا كمجموعه تطوعيه بنحاول ننشر ثقافه اللي هي ثقافه العمل التطوعي من خلال الشباب، فاحنا بنحاول نستثمر الطاقات الشبابيه وننميها، فبالتالي من خلال تنميتنا راح نخليهم مؤهلين انهم يروحون يخدمون بالمجتمع. ليلى، يعني بالنهاية هذا عمل تطوعي، وأكيد كل فريق تطوعي لما يتم تأسيسه يكون في باله هدف معين يبون يحققونه. يمكن ذكرت أبرار واحدة من الأهداف اللي أنتم تطمحون أن أنتم تحققونها من خلال هذا العمل التطوعي، لكن أكيد في رسالة أساسية حابين أن أنتم تركزون عليها عشان توصل أكثر للمجتمع. شنو هي؟ أول شيء حابة أشكرك على هالاستضافة وأشكر الفريق اللي دعانا اليوم علشان نحاول نعرف عن فريق حاول لتكن بشكل أوسع وأعمق. مكانكم. الرسالة هو الهدف الأساسي لفريق حاول لتكن أن إحنا نغير مفهوم العمل التطوعي عندنا بالكويت. لأن أغلب العمل التطوعي عندنا بالكويت هو أن يكون تنظيم معرض أو فعالية أو غيرها. لا، إحنا تراي تو بي يختص بشكل أعمق بكثير من الموضوع هذا. نحاول أن إحنا نستقطب الشباب اللي عندنا علشان يطورون من نفسهم داخليا وذاتيا قبل أن الواحد يطور غيره. فهذا أول شيء أن إحنا نركز عليه، أن نغير ثقافة التطوع عندنا بالكويت، فلازم أن يكتسبون مهارات جديدة، ومن خلال هالشيء الشباب والبنات إذا انضموا لتراي تو بي راح أن هم يعرفون مكمن طاقتهم، راح يعرفون أن شنو هي ميولهم، شنو هي اتجاهاتهم، شنو المجال اللي هم يحبون يتبعونه في حاول لتكن. إيه؟ نعم. زين، يعني عفوا أبرار، الحين انتم لما كونتوا الفريق ايش كثر صار للفريق متكون؟ تقريبا الحين سنة وثلاثة أشهر. يعني في بداية تكوين هذا الفريق، يعني هل انت بلشتوا مثلا في محيطكم الأسرة والأصدقاء من انتم اتجهتوا للسوشيال ميديا نشرتوا الفريق عشان ينضمون لكم سواء كانوا شباب او شابات؟ بالنسبة حق بدايتي كانت مع اهلي، خواتي، بنات خالتي، بالإضافة إلى رئيس مجموعة داون تو أب التطوعي أستاذ جراح الفضلي. قعدت معاه ناقشته بخصوص الفكرة، فيا سألني سؤال أنت ليش تبي تأسسين مجموعة تطوعية؟ فيعني جواب السؤال أني أنا بحاول أغير مفهوم العمل التطوعي الخاطئ. شنو هو المفهوم الخاطئ؟ الخاطئ أن العمل التطوعي مو عمل، بما معناه أني أنا أخذ التطوع بس من تحت الطاولة مو تطوع، أي بما معناه أنه هو عمل ربحي. يقول لك أنا جروب تنظيم، اوكي انت جروب تنظيم بس قاعد تنظم شنو بالضبط؟ حلو، يأتي ابي خلاص احنا اتفقنا ان احنا ننظم الشيء هذا. زين، الشيء هذا هل في مثلا اهداف اساسيه تفيد متطوعينك ولا لا؟ بالاضافه هل العمل ربحي او غير ربحي؟ هل العمل راح يضيف لك شيء انت كمجموعه تطوعيه ولا شيء على الصعيد الشخصي؟ فهذول اغلب المجاميع اللي انا قاعد اشوفها توجههم توجه تنظيم، خصوصا تنظيم المسرحيات. نعم، يمكن هذا يمكن الشيء اللي كنت ابي اساله. دائما احنا نسمع فريق تطوعي، الصوره النمطيه اللي دائما احنا نفكر فيها تنظيم شباب وبنات موجودين في معرض، موجودين في مؤتمر، موجودين في مسرح، ولابسين البطاقات التعريفيه عشان ينظمون بس عمليه السير، ولا الناس من يعني نقطه الف الى نقطه باء.
ما شاء الله انتم الحين يعني ليلى صار لكم سنه ونص من تاسيس هذا الفريق، اكيد خلال هالسنه ونص يعني قمتوا بالعديد من النشاطات والفعاليات، ابرزها واللي اقرب لكم واللي فعلا حسيتوا ان هذا كانت الفعاليه اللي احنا اللي اشتغلنا فيه وصلت الرساله. طبعا احنا في الاونه الاخيره قدمنا وايد دورات تدريبيه لاعضاء الفريق نفسه، لان نفس ما ذكرت قبل شوي ان احنا حابين نطور من الاعضاء نفسهم ويستفيدون قبل لا ان احنا نطور الناس في الميدان. بس اكثر فعاليه كان عليها اقبال جدا كبير كنا متعاونين مع فريق لاجلكم البحريني، طبعا شرفونا اخواننا من البحرين، قدمنا قبل شوي ما ادري اذا مرت فيديوهات عبارة عن ورشة إسعافات الأولية وأساسيات العمل التطوعي بالتعاون مع الأستاذ علي ياسين والمدرب الدولي جمال سالم. جمال سالم زين يعني عبر أنا لازم أسأل صحيح. يعني بالنهاية أنتوا يمكن رسالتكم والسبب وراء تأسيس هذا الفريق أنه مثل ما تفضلتي تبون الشخص يشتغل على نفسه في البداية قبل لا يأثر في مجتمعه. أعضاءكم يعني هل أنتم تنظمون لهم دورات؟ وشنو هذه الدورات؟ شنو حرصتوا أعضاء فريقكم يتسمون فيه ويتحلون في هذه الصفات؟ بالضبط، احنا نظمنا تقريبا دورات. أول دورة كانت حق أعضاء الفريق هي قدراتك مفتاح لابتكاراتك. الدورة هذه كانت مع أستاذة عذاري، بالنسبة مع أستاذة أستاذة عذاري إسماعيل. زين هي دورة توجه الشاب أن أنت كشاب لك قدرات إمكانية في اكتشاف ذاتك، فبالتالي راح تقدر تحدد طموحك. هم قدمنا دورات عن أساسيات العمل التطوعي، وهو أنت كمتطوع شنو لازم تتصف فيه، شنو الأشياء اللي تمكنك أنك تكون متطوع مثالي وتروح تخدم المجتمع. هذا الحين سؤالي، أسألك ليلى، شلون يصير المتطوع مثالي؟ يحاول انه هو يطور من نفسه داخليا نفس ما انا ذكرت، يحاول انه عادي ما فيها شيء، يعني ما فيها عيب او غلط ان الواحد يعرف شنو هي النواقص اللي بشخصيته علشان يطور من نفسه، ويحاول انه هو يسدها او انه يكملها عن طريق الدورات التدريبيه، عن طريق التعامل مع اعضاء الفريق نفسه، ممكن انه فكره جديده تخطر على باله، ممكن انه مهاره جديده يكتسبها، من خلال هالامور هذه يعني راح يتغير يعني طبعا اي، وتعزز عنده مهاره القياده، راح تتعزز عنده بشكل كبير. تمام، تشترطون ان مثلا اللي ينضم لفريقكم يلتزم ببعض الصفات؟ هو مو التزام كثر ما هو ان انت كمتطوع يا يدش تراي تو بي، تكون من اسره تراي تو بي، لازم اول شيء تعرف انك انت محتاج تخدم نفسك، بالتالي انت راح تكون انسان كفء انك تخدم المجتمع. اي انت محتاج تحدد اساسياتك، اولوياتك، اهدافك والى اخره، عشان تروح تكتشف ذاتك. من طريقه اكتشاف ذاتك انت راح تعرف شلون بالضبط لما تروح اي خدمه مجتمعيه شلون راح تصير على الطريق الصح مو الطريق الخاطئ. يعني احنا قاعدين نشوف ما شاء الله دائما الحين من خلال كل الضيوف اللي استضفناهم، لما نسالهم عن شبابنا يقولون شبابنا والنعم فيهم، مقبل، مبدع، مبادر، يحب يخدم مجتمعه. بالنسبه للعمل التطوعي الحين بالكويت قاعدين نشوفه ما شاء الله بزياده في كل المجالات، سواء يعني المجال انه هو مثلا لخدمه المجتمع او لتطوير الفرد نفسه. سر اقبال الشباب على العمل التطوعي ليلى، ليش تشوفين فعلا الشباب قاعد يحرص انه وقت فراغه يقضيه في التطوع؟ يمكن الموضوع يتمحور شلون ان الواحد وين يلقى نفسه. يمكن الشباب يكون بهالفتره هذه شوي ضايع، ما هو عارف شنو هو يبي، ما هو عارف شنو هو يختار في حياته، او يمكن عنده طاقه داخليه من داخل بس مو قادر ان هي تطلع. فمن خلال العمل التطوعي الواحد ممكن يفجر هذه الطاقه اللي هي بداخله. فمن خلال التطوع الواحد يقدر يعني يكتشف عده امور. يمكن كان عندكم بعض المشاركات مثل ما تفضلت ليلى قبل شوي، أن كان عندكم تعاون مع فريق تطوعي من البحرين. فريق لأجلكم. يعني هل يفرق يعني الفريق التطوعي إذا كان من الكويت أو من الخارج؟ تشوفون أن مفهوم التطوع واحد ثابت سواء كان بالكويت أو خارج دولة الكويت، أو أنه هو يعتمد على المجتمع نفسه؟ لا، المفهوم العمل التطوعي تقريبا إذا بتين تحكمين على المستوى المحلي هو 100% مختلف، سواء خارجيا سواء محليا. احنا بالكويت عندنا يمكن فوق 1000 فريق تطوعي، بس كل فريق له توجه مختلف، بالاضافه ان كل فريق عنده اعضاء، كل اعضاء جايين من بيئات مختلفه، فكل واحد له فكر، فاحنا لما ندمج فكرنا كله مع بعض بالتالي احنا راح نطلع بشيء وايد مختلف ومتنوع.
ومختلف مميز. نعم لكن اي تفضل. لان عفوا من اساسيات بعد الاهداف عفوا فريقنا، انا يمكن ما ذكرت بس الهدف الاساسي اللي هو نغير ثقافه العمل التطوعي، وبالاضافه حق للهدف هذا عندنا ان مفهوم الدمج الاجتماعي، شلون ان احنا كلنا نعيش مع بعض حتى لو كان في يعني مثلا اختلاف في الراي او الفكر او غيره من الامور، عشان يعني ان كلنا نتقبل بعض. نعم إيه؟ يعني بالنهايه يمكن اللي شد انتباهي ابرار ان انت ذكرتي ان في اختلاف وكبير وملحوظ بين التطوع، يعني اذا كان في فريق تطوعي محلي او كان مثلا خلينا نقول خليجي او عربي او حتى عالمي. انت من خلال خبرتكم ما شاء الله في العمل التطوعي، انت طبعا ابرار صار لك ما شاء الله يعني خلينا نقول ست سنين في العمل التطوعي، وليلى يمكن انت توك يعني حديثه في هذا المجال، لكن اكيد يعني عرفتي وشفتي الجوانب الايجابيه والسلبيه في العمل التطوعي، ايش كثر ممكن نحصرهم لو بنقاط بسيطه؟ انا ما شفت شيء سلبي من لما انضميت مع ابرار تراي تو بي، ما شفت ولا شيء سلبي الحمد لله. نعم. لقيت نفسي فيه الحمد لله. حتى من خلال تعاونكم مثلا مع اي فريق تطوعي اخر ما في اي سلبيات مثلا؟ ما تحسون ان هم يعتبرون يعني بصراحه يمكن راح تستغربين من اجابتي، اكبر داعم لنا، منافس وبنفس الوقت داعم ومحفز لنا. جميل. لان في اغلب الورشات والدورات التدريبيه اللي احنا عرضتوها عفوا قبل شوي، منو اللي كان يشجعنا؟ الفرق التطوعية الثانية، لأن إحنا أساساً هدفنا أن نفيد فريقنا وفرق التطوعية الثانية، نحاول أن نغير من ثقافة العمل التطوعي، نحاول أن إحنا نفيدهم ولو بمعلومة ولو سواء تطبيقي أو نظري. تحرصون تتعاونون مع بعض يعني بينكم بين يعني اي فريق تطوعي اخر تواصل مثلا؟ اذا حبيتوا تسوون اي نشاط او فعاليه تتواصلون تشاركون ارائكم مع اي فريق ثاني؟ أكيد. يعني جميل جدا ان نسمع مثل ما قلتي ليلى، في تنافس لكن تنافس شريف. بس اقدر اعقب؟ يلا. احنا كفرق تطوعيه ما بيننا تنافس، حتى لو كان نوع تنافس شريف، الفرق التطوعيه احنا بيننا تعاون، اذا احنا ما تعاوننا احنا ما راح ننمي. بس اقصد يمكن التنافس ان كل فريق تحفيز. يبي تحفيز انه يبي يقدم الافضل كتحفيز اي، بس كمفهوم تنافس لا. يعني هل اشتركتوا مع اي فريق تطوعي كويتي اخر؟ فريق لاجل الكويت تحت تاسيس الدكتور حسين فولاذ، الحمد لله يعني صدق دكتور بس بقمة التواضع، لما تين تكلمينه بخصوص فعالية معينة أن مشاركة بيننا وبينهم يعني على الرحب والسعد كذي كلامه. يعني حلو ان احنا نشوف ان ناس يمكن يعني تحاول تقدم يد العون لاي فريق تطوعي وتشجعه، ان بالعكس نبيكم تخدمون البلد، نبيكم تتطورون تنمون وتستثمرون في ذاتكم. بالنهاية حتى لو كان فريق تطوعي لابد أن يواجه بعض المشاكل في بداياته، شنو المشاكل اللي تكون ممكن واجهتكم خلال هذه السنة ونص؟ بالبداية يمكن انطلاقة الفريق ما كان متوفر عندنا مقر رسمي للفريق، وبعدها الحمد لله يعني صار عندنا رخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووفروا لنا يعني صلاة تنمية المجتمع الحمد لله. بس غير كذي لا يعني ما واجهنا وايد، لان مثل ما قلت لك يعني الفرق التطوعيه الثانيه والناس اللي حابه ان هي تتعلم وتعطي ما في يعني اي يعني بس انه يعني نسوي اعلان عن اي فعاليه او ورشه تدريبيه يعني أول الدعمين لنا. يعني هذا يمكن اللي ودي أسأله أبرار، يعني الجهات الحكومية أو القطاع الخاص والقطاع الأهلي هل موجودين لدعمكم؟ تتواصلون معاهم تطلبون منهم سواء كان دعم معنوي أو مادي؟ إحنا من ناحية الدعم إحنا ما طلبنا من أحد، بس الدعم الأساسي الحين من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكم أن إحنا صرنا جروب رسمي من جهتهم هما. أما إحنا الدعم اللي ندوره دعم معنوي بس من الفرق اللي نفسنا، ما روح ندور جهات حكومية مبدئيا لأن إحنا الأساس. بالفريق أيهم أكثر بالنسبة لفريقكم، الشباب أم البنات؟ البنات. البنات. وش السبب تشوفون إن البنات مقبلين أكثر على العمل التطوعي أو وجودهم خلينا نقول بارز في مثل يمكن هذه المجال؟ البنت دائما حابه ان هي تثبت نفسها، ما ادري ما ادري والله. زين بس طريقه تعاملكم مع بعض، يعني بالنهايه اي فريق تطوعي مثل لما نكون يعني تحت نقول سقف واحد، اللي يعني في البيت تلقين الاراء الاخو والاخت والام والابو يمكن مختلفين، فما بالكم انتم كاعضاء يعني فريق واحد؟ احنا نبي الاختلاف، تحبون الاختلاف هو اللي راح
يعني يطلعنا يطورنا ويطلعنا بصوره جديده. يعني ما نحب التكرار، ما نبي التكرار، نبي شيء يعني يجذب ابتكاري وابداعي ويجذب الشباب. هذا اللي احنا نبيه بالعكس. تحرصون ان مثلا لما في حاله بتنظمون اي فعاليه او حمله خلينا نقول، ان انتم مثلا تشوفون شنو قاعد يصير في المجتمع، شنو هموم ويعني مشاكل الشباب، او ان انتم تفضلون ان انت تكون عندكم جدولكم الخاص وتتميزون؟ قبل المجتمع اشوف اعضاء الفريق نفسهم هم شنو محتاجين عشان يروحون يخدمون هالشيء. فاعضاء فريقي انتم محتاجين مثلا انكم تقدمون فعالية بدار المسنين، شنو سبب الإقبال هذا أنكم بتروحون دار المسنين؟ أوكي غلط أني أخذ الزيارة على أنها بس زيارة بروح أقعد ما تشوفون شر، أقعد معاكم أسليكم شوية وأمشي. الهدف الأساسي لازم يكون تعايشنا معهم وتعايشنا مع بعض قبل أن نتعايش مع الأشخاص اللي برا. أو غلط يكون يعني تقليد للغير، مجرد تقليد فكرة فريق تطوعي ثاني. لا، لازم الموضوع وايد يكون أعمق من كذي. إن إذا سألنا أعضاء الفريق نفسهم شنو أنتم محتاجين، هم الشباب يعني عارفين يعني شنو الشباب الثانيين محتاجين. إيه يعني من الاقتراحات اللي دائما يتم اقتراحها ضمن مجموعتكم شنو هي ممكن تكون؟ يعني تفضلون مثل ما تفضلتي تكون مثل حملاتكم او زياراتكم مثل لكبار السن للاطفال، او ان يعني انت قلتي الحين نشوف الاعضاء شنو يبون، شنو اعضاءكم شنو يبون؟ ترى الاغلب متنوعين، بس احنا بدايه انطلاقتنا تطوعنا بجمعيه الكويتيه المتلازمه الداون. فالفئه هاي لما اعضائنا نفسهم تعايشوا مع الفئه، لما طلعنا منهم تقريبا صار لنا شهرين، فكل ما يقعدون معانا متى نرد نروح متى نرد نروح. فهذا دليل، اكبر دليل ان اعضائي نفسهم تعايشوا مع الفئه، الفئه نفسها تعايشت معانا، احنا كاعضاء تعايشنا مع بعض. جميل. يعني في الختام اذا حابت يعني نقول رساله توجهينها للشباب والشابات اللي لحد الحين ما جربوا حلاوه العمل التطوعي، شنو ممكن تقولي لهم ليلى؟ إن أحلى شيء إن الواحد يعطي من دون مقابل، هذا شعور جدا جميل. إن وما في أحلى من العطاء، وما في أحلى إن من الواحد إنه يكتشف نفسه، هذه أكبر متعة للإنسان بحد ذاته. إن الواحد إذا اكتشف نفسه راح يحقق ذاته بالأخير. بس هذا هو إن فأدعيهم إن ينضمون حق تراي تو بي. بالضبط. بالنسبة حق الشباب طبعاً تراي تو بي مفتوحة لكم كلكم، احنا بتراي تو بي أسرة واحدة، احنا اخوان. مو معناته انك انت يتطوعت انت بتي فترة معينة وبتمشي منها، انت حتى لو طلعت منها انت بتظل واحد من هالعائلة ما راح تطلع منها. نعم. فحياكم الله معنا. بالنهاية ماكو أجمل من أن الشاب أو الشابة يستثمرون في ذاتهم قبل لا يستثمرون في المجتمع، وأتوقع أقرب فرصة أو أقرب طريق ان انتم تجربون هذه التنميه بالذات اللي هو اكيد ان انتم تكونون ضمن فريق تطوعي. كل الشكر لكم اكيد ابرار الصراف وليلى فاضل على هذا اللقاء، ونتمنى لكم كل التوفيق ومنها للاعلى، وان شاء الله نشوف حاول اللي تكون في اعلى المراتب. الله يعطيك العافيه. حياكم الله. مشاهدينا راح نطلع فاصل ونرجع نواصل معكم.